بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي أحبائي محبي الخط العربي. يسعدني اليوم أن أستكمل معكم سلسلة تعلم خط النصر، وإحنا دلوقتي بنتناول بعض الآيات من الذكر الحكيم وبنجمل بها خطوطنا. بسم الله. ألف النسخ بجنب الألم، بهدوء خالص كده، عايز اكتب نون. النون من الحروف اللي بتنزل عن السطر، لو تفتكروا خدنا النون وأخواتها. إنا نفس الجلالة، خد بالك اللام مش في مستوى الألف. اللام الثانية الهاء من تحت كده. دي همزة وصل. النسخ بيتشكل تشكيل كامل، خط النسخ بيتشكل تشكيل كامل، لذلك اختاروه لنسخ كتاب الله تبارك وتعالى. عايز اكتب باء الواحد الصغيرة ده اهي. به ألف إن الله بالناس برضو كاس السين من الكاسات اللي بتنزل عن السطر. إن الله بالناس، هنكمل بالقلم الصغير. لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى جل جلاله. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى جل جلاله. كده أعزائي الكرام، يعني يتضح لنا جمال خط النسخ
وازاي ان احنا الحروف اللي اتعلمناها نطوعها علشان ننطلق ونكتب اللي احنا عايزينه من الايات من الاحاديث من الحكم، نجمل خطوطنا، وكذلك اولادنا الدارسين في المدارس ندعمهم ونساعدهم ونكرمهم بحسن الخط. ده هيديهم ثقة في انفسهم وهيديهم انطلاقة في دراستهم وهيميزهم كتير. والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم، متمنين منكم دعم القناة وتشجيعنا على الاستمرار، والى لقاء اخر ان شاء الله. جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إيمان.